هلا هلا. حبيب محمد رسول الله وعلى من وله. من قال أن الشهداء يموتون فقد كذب، من قال أن الشهداء يرحلون فقد كذب. كلا كلا كلا، إن الشهداء لا يموتون، إن الشهداء لا يرحلون، إن الشهداء أحياء تتنفسهم الأجيال المتعاقبة حرية والأوطان سيادة. بهذا الصدد أشهد بكلام الله تعالى في محكم تنزيله من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف يحزنون. فألف رحمة ومغفرة تتنزل عليكم من رب كريم. ها نحن اليوم نلتقي ليس لإحياء الذكرى، ذكرى يوم الشهيد المصادفة للثامن عشر من شهر ديري بكل سنة، لأن كل أيام الجزائر الحبيبة أعيادا. لنتنفس نحن اليوم في جزائر العزة والحرية. أدعو حضراتكم للوقوف للاستماع للنشيد الوطني.